طب افرض قلت لك مش لاعب، يبقى مش هخليك تلعب تاني خالص. طب ما توريني كده مش هتخليني العب تاني خالص ازاي؟ موافق، شوف عايز نبتدي امتى قول. اعتبرني ابتديت. اوكي يلا بينا. مش بمزاجك عشان لسه ما استأذنتش كبيرك، انما انا ابتدي بمزاجي لاني ماليش كبير. غصب عنك انا فوق، دي الحقيقه مش كلام، تشتمني في ظهري في وشي تضحك، كل حاجه جات لي انت مش. وانتوا مفكرين ان انا راقد على 2 مليون؟ ولا مفكرين بقى ان انتوا هتقولوا انتوا الاثنين فاخدكم من ايديكم وننزل نعمل كام مصلحه؟ لو ده الحوار اللي في دماغكم الحوار ده مات. انا ما بقتش انفع. انا ما بقتش انفع انفذ ولا خطط. الحوار ده مات. انا راجل متجوز وفاتح بيت وحنان حامل وجاي عيل لازم اربيه. الواد اللي جوه ده الولد. ايوه الواد اللي جوه ده الولد الباشمهندس اللي جوه اللي عضه الكلب. الست دي تبقى امه؟ اه تبقى امه. اه امال مين حضرتك؟ انت مال حضرتك؟ انا اسف يعني انا بسالك يعني اصل شايفك كده قاعده وزعلانه وحزينه وعماله. يا غزال هجيبك. انت متاكد ان احنا في الهند؟ في الهند. وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. ما تفك كده يا ادم باشا احنا صاحب بريك. ماما بتتصل. ثانيه يا جماعه مش عايزه افهمها ان انا قاعده مع حد، انا قاعده بذاكر. ثانيه. اي ماما. لا يا حبيبتي يا عمر. لا يا عمر مش هتروح. لا يا عمر مش هتروح. يا عمر مش هتروح. لا يا عمر انت مش عايزه تدي شاورما يا عم. اتكلم اهو يا عم بقى في ايه. احنا بصي كده حاسه ان انا صعب. زي ما قلت لك يا ماما انا قاعده لوحدي. اوعى تتحرك دي بتوجع. لو ما اتحركتش مش هتوجعك. لو ما كنتيش هربتي ما كانش ده حصل. لو ما كنتش رعبتني ما كنتش هربت. ما هو انتي ما كانش المفروض تروحي. طب افرض قلت لك مش لاعب، يبقى مش هخليك تلعب تاني. طب ما توريني كده مش هتخليني العب تاني خالص ازاي؟ موافق، شوف عايز نبتدي امتى قول. اعتبرني ابتديت. اوكي يلا بينا. مش بمزاجك عشان لسه ما استأذنتش كبيرك، انما انا ابتدي بمزاجي لاني ماليش كبير. غصب عنك انا فوق، دي الحقيقة مش كده. السلام عم بخ، الحجرين من غيرك ولا يسوا. روح يا شيخ وتعالى بسرعة.